اتصال في لقاء اليوم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم خديجه. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايره حبيبتي؟ الله يبارك فيك. لاله ناجيه كي درتي؟ لاباس الحمد لله. الامور هانيه صحه بزاف. وانا كذلك وانا كذلك. وانا امشي وانا امشي وانا امشي. مبروك عيدك واخا جات معطله. الله يبارك فيك علينا وعليك ان شاء الله بصحه وسلامه وكل ما تمنى. ربي يخليك حنا وياك حبيبه ديالي. كي دايره خديجه؟ لاباس الحمد لله. الوالده سولفك الخير الحمد لله. كلشي مزيان الساعه كلشي بخير كلشي في امان الله الحمد لله. ربي يخليك ديما تكوني مزيانه للخديجه. الله يطول عمرك ناجيه. الله يطول عمرك. الله يخطيك وانت كذلك ومحبتك ربي عالم بها. ربي يخليك. لاله كي خرجت دوارتك؟ مزيانه كلشي زين هاد العام. الحمد لله كلشي بالاجماع كلشي فرحانه هاد العام كلشي عاجبو الحال. على عين هذا هو اللي تمنى هذا هو اللي بغينا الحمد لله. اهلا ومرحبا. طيب ناجيه تفضلي شنو وصفه اللي تقدمي لنا الصباح؟ طارطه مالحه. هو دابا بحال حاولوا تعطينا طارطه مالحه ما حشمتيش. عطينا شي قطيبات عطينا شي طوجن. واخ ماشي مشكل اللي جات من عندك سمينه وعسيله ما كاين حتى مشكل. صافي تبعنا من اللحم صافي صافي داكشي اللي كاين. مرحبا اهلا وسهلا تفضلي. مرحبا بك نجيه. عندنا واحد ناخذ واحد جوج بيضات. زوج بيضات. واحد كاس صغير حليب. كاس صغير ديال الحليب. شويه تاع الملحه. شويه ديال الملح. 4 معالق تاع الزيت. 4 المعالق ديال الزيت. عندنا واحد الخمارة. خمارة. 8 معالق ديال الدقيق. وا كنخلطو هاد الخليط كلشي وكندهنو واحد المول. نعم. وكنرشفو كندهنو بالزبدة وكنرشفو بالدقيق وكنديرو في هاد الخليط وكنخليو على جنب. نعم. كنمشيو ناخدو واحد المقلة. مقيلة. كنديرو فيها شوية الزيت وكنشحرو فيها واحد البصلة. شوية الزيت بصيلة. وا كتطيح كنزيدو لها واحد الشومبينيون مقطع. أييه. قطع صغيرة. وكنزيدو الكفتة. كفتة. بعد كنديرو شويه تاع الملحه. شويه ديال الملح. وشويه تاع البزار. البزار. وشويه تاع السودانيه اللي بغاها حسب الذوق. نعم شويه السودانيه. وشويه تاع الكمون. كمون. وشويه تاع الزعتر. وشويه ديال الزعتر. واه هادشي كتشحر مزيان. نعم. عاد كنكونو بعدا من بعد كنكونو وجدنا صلصه تاع الطماطم. كهاد الصلصه كنديروها فوق الطارطه كنرشوها. نعم. وكنزيدو الحشوه. وكندخلوها للفران. نعم حتى داكشي يطيب ويوم بنت كنخرجوها وكنحكو عليها الفرماج. ندخلوها غير يدوب داك الفرماج كنخرجوها ونقدموها بالصحه والراحه كتجي زوينه لاله خديجه. تبارك الله عليك انا جيه ما عندي ما نقول. سهله مهله. سهله مهله. سهلا مهلا من عند لاله ناجيه. كنحيو كثير وشكرا ليك وتحيه لكل حد قد جانا في المنطقه الشرقيه.